بجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كل مشاهدي اليوم السابع في كل مكان. ما زلنا نتابع مع حضراتكم في تغطياتنا الحقيقة كل التفاصيل الخاصة بالمجهودات اللي بتقوم بها الدولة الحقيقة في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الفترة. تابعنا توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع والسلع الغذائية في الجمارك المصرية والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، طبعا ده في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، وطبعا في هذا التوقيت استعداد المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك وقيام المواطنين بشراء يعني كل ما يلزم من السلع الغذائية. طبعا الإفراج عن البضائع والسلع الغذائية في الجمارك المصرية هذا بيمثل انفراجة كبيرة بيساهم بشكل كبير في توافر السلع، وأيضا مواجهة غلاء الأسعار. وجد غلاء الأسعار اللي بنشهده خلال الفترة الأخيرة، هناك انخفاض في الأسعار الفترة المقبلة، وبالتحديد نتحدث عن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة ومعدل الانخفاض في أسعار الدواجن. كل هذه التفاصيل يوضحها لنا الأستاذ سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية. أهلا بحضرتك يا أستاذ سامح. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني هسأل حضرتك في البداية، توقعات حضرتك إيه الأسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة؟ هل هناك انخفاض؟ معدل هذا الانخفاض؟ بالفعل طبعا بعد قرار السيد الرئيس الإفراج عن مدخلات الإنتاج مركز الإنتاج السلع الاستراتيجية، أكيد ده هيأثر تأثير واضح انخفاض الاسعار في الفتره القادمه ان شاء الله. بالنسبه للدواجن، انا كانت الاعلاف عندي منتظمه، يعني في الاخبارات الصحفيه بتاعتها ما كانش عندي اي مشكله في قطاع الاعلاف. ولكن بعد الافراج عن باقي الكميات المتواجده، ده هيعمل لي زياده في الانتاج وخير في الاسعار، ولكن الاسعار يعني المواطن هيشعر فيها انخفاض في الدواجن انها تنخفض الا يعني اعتقد قبل نصف رمضان القادم ان شاء الله. طيب خليني اسال حضرتك عن الاعلاف. مع التوافر طبعا كميات من الاعلاف، ده بيساهم بشكل كبير في انخفاض اسعار الدواجن، لكن في حاله قيام يعني البعض باحتكار الاعلاف، هتكون ايه الخطه وكيفيه التعامل الفتره المقبله؟ الاعلاف طبعا مرتبطه يعني بسعر الدولار، لان احنا بنستورد 95% من مدخلات الانتاج لرمضان الصرف الشوية، مستوردها طبعا بكميات كبيره وكانت مرتبطه بسعر الدولار، انما الان الدولار انخفض بالتاكيد وانخفاض كبير جدا بكل تاكيد، ده بالاضافه كمان لزياده الموارد الدولاريه طبعا بعد صفقه راس الحكمه. بالظبط طبعا ده هيزود طبعا موضوع الاعلاف، اكيد الانخفاض هيكون ملحوظ جدا خاصه في الاعلاف، لان مدخلات الانتاج هي المهم عند المغطي، مدخلات الانتاج هي الاساس للمغطي وهي الاعلاف. الاعلاف حصل خفض الفتره القادمه ويوصل السنه، ممكن يوصل من 23 الى 25000 بالمقارنه كان ب 32000، طبعا ده رقم كبير جدا. الادويه البيطريه انخفضت عندي بنسبه 25%، يعني كل مستلزمات انتاج الصناعه انخفضت، فبالتالي هيعود على الانتاج بانخفاض سعر الدواجن الفتره المقبله، ولكن ده مش هيبان زي ما انا وضحت الا بعد التشغيل، لان طبعا لسه العالم هيتصنع ولسه الموالي ولسه هيتوزع على المزارع، وعندي درجه الانتاج 45 يوم، فطبعا ده يعني مش ناس هتلاحظه الا ان شاء الله يعني في منتصف رمضان باذن الله، هيكون في انخفاض للدواجن، هيسجل الدواجن ممكن يسجل 80 جنيه في المزرعه، اقصى حاجه للمستهلك 90 جنيه على منتصف شهر رمضان. طيب واستمرارية هذه الأسعار، يعني هل بتستمر على المدى الطويل أم على المدى القصير؟ لا يعني هتنخفض بعد كده، لأن أنا وضحت من بعد منتصف شهر رمضان هيبدأ الانخفاض في أسعار الدواجن. بس الانخفاض اللي هو احنا بنتمناه، لما الانخفاض الحقيقي بعد 45 يوم من بداية درجة الإنتاج. 45 يوم. تمام.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، شكرا لك يا فندم. أيضا كل الشكر موصول لحضراتكم على المتابعة، كن معنا دائما على شاشة اليوم السابع.